العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع بحول الله وقوته في شرح هذا العلم، وهو علم الفرائض أو المواريث، وسنقرأ كتاب التدريبات المضية على المسائل الفرائضية للعبد الفقير. وموضوع هذا العلم هو علم الميراث، وسنعرف الفرائض والمواريث ونذكر مقدمة في ذلك. ومن المهم أن نعلم أن علم الميراث الذي هو فقه المواريث، تقسيم التركات وفائدته إيصال الحقوق إلى أصحابها، الله سبحانه وتعالى تولى قسمة الميراث في كتابه ولم يترك ذلك لأحد، ولم يجعل ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء مؤيدا ومكملا لما في كتاب الله عز وجل. سنقرأ من المذكرة أو الكتاب الذي معكم، وسيكون هذا الدرس عمليا تطبيقيا أكثر من كونه نظريا، لأن علم الميراث يحتاج، إذا ذكرت القاعدة الواحدة تحتاج إلى أن تحفظ هذه القاعدة، ولكن حفظ القاعدة دون تدريبات كثيرة عليها لا يجدي ولا يكفي ولا يوصل للمطلوب. ولهذا هذا الكتاب الذي معكم، التدريبات المضية، احتوى على حل 1000 مسألة فرضية تقريبا، يعني تزيد قليلا بالآحاد. نبدأ من أول الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. علم الفرائض والمواريث، قال أول شيء تعريفه، إذا وجد قارئ طيب جهز الميكروفون، قال تعريفه هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها. تعريف الفرائض والمواريث، علم الفرائض أو علم الميراث، فقه المواريث يعني الأحكام الفقهية المتعلقة بالميراث، وهي انتقال الأموال من الميت إلى من يرثه من الأحياء. قال وما يضم إليه من حسابها. إذن علم الميراث يحتوي على قسمين أو نوعين، فقه وحساب. فقه وحساب، أما الفقه هو الذي جاء به الله تعالى وجاءت به الشريعة، وأما الحساب فهذا عمل بشري لتطبيق وتنفيذ الأحكام الشرعية. يعني عندما يعطي الله تبارك وتعالى النصف للزوج إن لم يكن للزوجة ولد، يعطيه النصف، لكن الحساب، مسألة الحساب، يعني نجعل المسألة من كم، المسألة إذا كان فيها زوج وفيها مثلا أم، زوج وأم، أو زوج وجدة، فنجعل المسألة من 6 مثلا، ونعطي الزوج 3 من 6، ونعطي الأم السدس 1، كونها من 6، كونها من 12، كونها من 24، هذا حساب. لكن في النهاية الحساب يوصل إلى أي شيء؟ يوصل إلى تطبيق الأحكام الفقهية التي جاءت بها الشريعة. طيب، موضوعه التركات، يعني ما يتركه الميت من الأموال، وثمرته إيصال الحقوق إلى أصحابها. الفائدة من هذا العلم أن نوصل الحقوق إلى أصحابها، إذا مات الميت وترك أموالاً فنوصل هذه الأموال إلى أصحابها عن طريق علم الميراث. فإن لم نعرف الميراث وعلم الميراث فإننا قد نعطي من ليس له حق، وقد نمنع من له حق في الميراث. طيب، الميراث له أركان وشروط وأسباب وموانع، 4 مسائل سنقف عندها الآن ونمر عليها بسرعة. أركان وشروط، إيش بعد ذلك؟ وأسباب وموانع. أعيد، أركان وشروط وأسباب وموانع. الأركان، الركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى يقال له ركن، ركن الدار مثلا جانبه الأقوى الذي يحمل الدار يقال له ركن. واصطلاحا هو جزء الشيء، أجزاء الشيء في الاصطلاح هي أركانه، فأركان الكتاب أوراقه، وأركان البناء
أجزاؤه جدرانه وهكذا. قال: واصطلاحا هو جزء الشيء. كم أركان الميراث؟ كم عددها؟ عندكم مكتوب 3. ما هي هذه الأركان؟ قال: المورث والوارث والحق الموروث. المورث والوارث والحق الموروث. ونفهم من هذا أن هذه الأركان هي أجزاء عملية الميراث، فإذا تخلف ركن واحد لا يكون هناك ميراث أصلا. كما أن أركان البيت لو اختل شيء من أركان البيت قد لا يقوم البيت، وهكذا. فأركانه 3. المورث، من هو المورث؟ الميت. والوارث وهو الحي بعد الميت. والحق الموروث وهو ما تركه الميت، التركة. إذن إذا كان عندنا ميت وحي وارث وحق موروث، هذه هي أركان التركة. لكن لو كان ما في ميت أصلا، إذن ما في قضية تركة. طيب فيه ميت لكن ما في وارث، أو ليس هناك حق يورث، فإذن ليس هناك تركة أو ليس هناك ميراث. ننتقل من الشروط إلى الشروط. الشرط في اللغة العلامة، أشراط الساعة علامات الساعة. في الاصطلاح، الشرط في الاصطلاح عموما في كل شيء وليس في الميراث، الشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدمه العدم، ما معنى هذا؟ نكمل التعريف ثم نشرح. قال: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. التعريف هذا منقسم إلى شطرين. الشطر الأول: ما يلزم من عدمه العدم. نفهم من هذا أنه إذا عدم الشرط هل يوجد المشروط؟ لا، يلزم من عدمه العدم، من عدمه عدم المشروط. عندما نقول: من شروط الصلاة استقبال القبلة، فإذا انتفى الاستقبال انتفت إيش؟ الصلاة، لم تعد صلاة، لا تصح هذه الصلاة. وإذا قلنا: من شروط الوضوء الماء الطهور، طيب توضأ بماء طاهر، لم يصح وضوءه، لم يصح الوضوء، وهكذا. يلزم من عدم الشرط عدم المشروط وعدم صحة المشروط. إذن ما يلزم من عدمه العدم. قال: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذن إذا عدم الشرط ينعدم المشروط. طيب إذا وجد الشرط هل بالضرورة أن يوجد المشروط؟ يعني من شروط الصلاة الطهارة، فهل كلما وجدت الطهارة ستوجد الصلاة ضرورة؟ لا طبعا، قد توجد قد لا توجد. إذن وجوده لا يلزم من وجوده لا ينبني عليه لا وجود ولا عدم لذات وجود هذا الشيء. يعني قد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة، أو توجد الطهارة وتوجد الصلاة، لكن وجدت الصلاة ليس لوجود الطهارة فقط، ليس لهذا السبب. إذن ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات هذا الشرط. طيب ما هي شروط الإرث؟ كذلك 3. ما هي هذه 3؟ لاحظوا الآن، شروط الميراث مبنية على أركان الميراث. ونحن قلنا في أركان الإرث قبل قليل ما هي الأركان؟ ها؟ المورث والوارث والحق الموروث. والحق الموروث هو التركة. هذه الأركان. طيب والشروط؟ الشروط مبنية على الأركان. فالشرط الأول متعلق بالركن الأول، والثاني متعلق بالثاني، والثالث متعلق بالثالث. طيب ما هو الشرط الأول؟ قال: تحقق موت المورث. تحقق موت المورث. أليس المورث ركن؟ نعم. والشرط فيه ما هو؟ أن نتحقق من موته. لكن فيه مورث ما مات، لم يمت، أو لم نتأكد من موته، لم نتيقن موته، لا يكون هناك ميراث. إذن الركن الأول المورث، والشرط الأول تحقق وفاته حتى نورث. ولاحظوا أن الشرط والأركان إذا اختل شرط أو اختل ركن فإيش؟ فالميراث لا يوجد، العمل سيبطل. والحقيقة هذه مسألة تعرضنا لها كثير في أبواب الفقه، وهي التفريق بين الركن والشرط. التفريق بين الركن والشرط ما هو؟
تذكرون شيئا؟ نعم. أيوة، داخل الفعل. هذا تفريق اصطلاحي، يعني في الحقيقة إن الركن مثل الشرط في الأحكام، إلا أن ما كان جزءا من العمل نسميه ركنا، وما كان خارجا عن العمل نسميه شرطا، لكن من حيث العمل التطبيق والأحكام لا فرق. طيب، إذن الأول تحقق موت المورث، هذا الشرط الأول. عندكم في الكتاب يقول حقيقة أو حكما كالمفقود، ما الفرق؟ موت المورث إما أن يكون موت حقيقي، حقيقة مات أمامنا نراه، أو حكما، أو موت حكمي، يعني كأن يحكم عليه بالموت، يحكم عليه بالموت، الله أعلم هو ميت ولا غير ميت، لكن يحكم عليه القاضي بالموت مثل المفقود الذي فقد. وهذا في أبواب الفقه مر معكم، أن المفقود في كتاب العدد ذكر أن المفقود إذا كان ظاهر غيبته السلامة يحكم بموته بعد كم؟ بعد 90 سنة من غيابه، ولا بعد 90 سنة من ولادته؟ من ولادته. نحكم، يحكم القاضي طبعا، القاضي يحكم عليه بالوفاة حكما، يحكم حكما، هذه وفاة حكمية ليست حقيقية، قد يكون ميت قد يكون حي، فيحكم بوفاته إذا كان ظاهر غيبته السلامة إذا بلغ سنه 90 سنة، لأنه في الغالب أنه لا يعيش بعد ذلك، وقد يعيش، لكن نظرا لمصلحة الزوجة والأبناء والميراث وكذا وتعطيل مصالح الأقارب هؤلاء فيحكم بوفاته. إذن هذه وفاة حصلت حقيقية ولا حكمية؟ حكمية، يعني هو في حكم الميت والله أعلم بحقيقة الأمر. وإذا كان ظاهر غيبة هذا المفقود ليس السلامة، غالب يعني ظاهر الغيبة الهلاك، كالذي يفقد مثلا في معركة أو يفقد في سفينة غرقت نجا بعض أهلها ولم ينجو البعض، هذا ظاهر غيبته الهلاك، فالقاضي يقضي بموته حكما بعد كم سنة؟ بعد 4 سنوات. طيب، إذن تحقق موت المورث، ثم عرفنا الموت هذا نوعان، إما موت حقيقي أو يكون موت حكمي، والموت الحكمي هذا يصدره القاضي. طيب، الشرط الثاني قلنا مرتبط بالركن الثاني، الركن الثاني هناك ما هو؟ وجود وارث. طيب، تحقق الشرط هو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة. إذن لاحظوا، عندنا وارث وعندنا مورث، فمثلا نقول الأب والابن مثلا. طيب، إذا مات الأب وبعد موته الأب بلحظة مات الابن، يرثه الابن هذا ولا لا؟ نعم، سيرثه. طيب، ميراثه فين يذهب؟ هو ميت، لورثته، لورثة الابن. طيب، لو أن الأب مات مع الابن في لحظة واحدة لا ميراث. ومن باب أولى، لو مات الابن قبل الأب هل يرث الابن الأب؟ لا، لكن الذي سيرث من؟ الأب هو الذي سيرث الابن. إذن لابد أن يكون الذي سنورثه الوارث لابد أن يكون عاش بعد موت المورث ولو لحظة واحدة. طيب، قال تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة. طيب، هذه الحياة كذلك تنقسم إلى قسمين، إما حقيقية وإما ماذا؟ وإما حكمية. طيب، حقيقية ولو لحظة حقيقة، يعني رأيناه بعيننا، مثل نسأل الله السلامة حوادث السيارات، يحصل حادث السيارة وفيه الأب وفيه الابن، فالأب يموت في السيارة مثلا والابن يموت في المستشفى، فالابن يرث ولا ما يرث؟ يرث في هذه الحالة. قال حقيقة أو حكما كالحمل، أو حكما كالحمل، اكتبوا عندها بعد كلمة كالحمل، إذا فصل حيا أو فصل حيا حياة مستقرة، يعني إذا انفصل حيا حياة مستقرة، إذا انفصل حيا حياة مستقرة. الآن الحمل، مات الأب وله ابن في بطن الأم، له حمل، زوجته حامل، فنحن نحكم بحياة الابن، ها،
إذا ولد حيا وانفصح نحكم بحياة الابن؟ نقول نعم، في لحظة موت الأب كان الابن حيا. طيب هذا هذه الحياة حياة حقيقية ولا حكمية؟ لا، نحن حكمنا بحياته، حكمنا بحياته إذا انفصل حيا وحياة مستقرة، أما إذا نزل ميتا فلا. طيب الشرط الثالث قال العلم بالجهة المقتضية للإرث. هناك في الركن إيش قلنا الركن الثالث؟ الركن الثالث إيش هو؟ الحق الموروث، المال. طيب هنا في الشرط الثالث نقول العلم بالجهة المقتضية للإرث، وهي النكاح والولاء وقرابة النسب، يعني العلم بجهات الميراث، فين سيذهب هذا المال؟ أين يذهب المال وأين وفي من يصرف؟ إذن ثلاثة شروط: تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث، كل ذلك حقيقة أو حكمة، والشرط الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، يعني المكان الذي سيذهب إليه الإرث، من هم قرابته من النسب، من هم قرابته بالنكاح، من هم الذين بينه وبينهم ولاء، وكل هذا إن شاء الله سيشرح. طيب ننتقل إلى الأسباب. السبب، السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، ما يتوصل به إلى غيره هو السبب في اللغة. في الاصطلاح ما هو؟ قال ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود. السبب هنا في هذا الجزء هل هو موافق للشرط ولا مباين للشرط ومخالف؟ ليش في الشرط إيش قلنا؟ قلنا لا يلزم من وجوده الوجود، هنا قلنا ما يلزم من وجوده الوجود. طيب ومن عدمه العدم لذاته، ويلزم من عدمه العدم. الشطر الثاني موافق للشرط ولا لا؟ نعم موافق. إذن السبب يلزم من عدمه العدم، والشرط يلزم من عدمه العدم. طيب والسبب يلزم من وجوده الوجود، والشرط لا يلزم من وجوده الوجود. إذن قال ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. قال الرحبي أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح هذا الأول، وولاء هذا الثاني، ونسب وهذا الثالث، ما بعدهن للمواريث سبب. أسباب الميراث، السبب الأول ما هو؟ ما وجدتم قارئ يا شيخ؟ طيب رتبوا الميكروفون عشان يقرأ قارئ. طيب النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ولو قبل الخلوة. خلوكم معي، ما هو النكاح؟ السبب الأول هو النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح ولو قبل الخلوة، يعني لو أنه عقد بها ولم يخلو بها ثم مات، ترثه؟ نعم ترثه. بإيش ترثه؟ بعقد النكاح، العقد وحده مش الدخول. قال وكذا يحصل الإرث بين الزوجين في حال الطلاق الرجعي، ويحصل الإرث بين الزوجين في حال الطلاق الرجعي. قال فيرث كل منهما الآخر، فيرث كل منهما الآخر، يعني لو أنه حصل عقد نكاح بين الزوج والزوجة، مات الزوج ترثه الزوجة. طيب ماتت الزوجة أفرض قبل الزوج، يرثها الزوج، واضح هذا. طيب لو حصل طلاق رجعي، الرجعي الذي هو بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية في فترة العدة يقال رجعي، إذا مات الزوج في هذه الفترة ترثه، أو ماتت هي في هذه الفترة يرثها، واضح هذا الكلام. إذن نقول فيرث كل منهما الآخر. الثاني الولاء، اقرأ يا شيخ. بالعتق، نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ويرث به المعتق والمعتقة فقط دون المعتق، دون المعتق ودون المعتقة والمعتقة كذلك. يعني إذن سيد هذه صورة ذلك إيش هي؟ الولاء قالوا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. تصوروا الآن سيد أعتق عبده، من المعتق؟ السيد، من المعتق؟ العبد.
من الذي يرث من بالولاء؟ السيد اللي يرث العبد ولا العبد اللي يرث السيد؟ طيب تصوروا الآن مثلا السيد في هذه الحالة هو المعتق، وإحنا نقول الذي يرث المعتق وليس المعتق، معناه الذي سيرث السيد. ليش يرث؟ لأنه له الولاء. ما هو سبب هذا الولاء؟ نعمة العتق، سببها نعمة العتق، نعمة المعتق على عبده بالعتق. إذن فالسيد هو الذي سيرث، لكن انتبهوا متى يرث السيد؟ هو سيرث بحسب ترتيب معين، لأنه هو سيصبح السيد من العصبة، من عصبة هذا المعتق، هو من عصبته، بس هو آخر واحد في العصبة، ترتيبه الأخير. فلو أن هذا العبد المعتق، العبد المعتق هو الآن حر، ليس عبدا، هو حر، لو أن هذا العبد المعتق مات ولم يترك عاصبا، ليس له ابن ولا أب ولا أخ ولا ابن أخ، فسيكون العاصب له في هذه الحالة المعتق. طبعا ما لو قلنا سيده يعني فيه تجاوز، ولا هو ما هو سيده، خلاص انتهت انتهى الرق الآن. إذا فهمنا الولاء، الولاء المعتق هو الذي يرث المعتق بسبب هذا العتق. الثالث تفضل. الاشتراك في في ولادة قريبة أو بعيدة، هذه قرابة، قرابة النسب. إيش اللي يجمع النسب؟ يعني يجمع الأقارب النسب، ولادة. تقول هذا أخي من النسب، معناه في ولادة بينك وبينه، أمك ولدته ولدتك، وهذا ابن عمي، إذن في شخص أعلى هو الذي له ولادة عليكما، يعني كلاكما تجتمعان في ولادة واحدة. قرابة النسب تنقسم إلى ثلاثة أنواع. ألف الأصول، نعم، وهم الوالدان وإن علوا، الوالدان يعني الأب والأم، وإن علوا يعني الأب أو أبوه أو أبوه وهكذا، والأم كذلك، الأم أو أمها أو أمها أو أمها وهكذا وإن علت. باء الفروع، وهم الولدان. لما نقول الولد في الميراث ما المقصود به، الذكر ولا الأنثى ولا الاثنين يشمل؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الولد في اللغة يطلق على الذكر وعلى الأنثى. طيب قال باء الفروع، وهم الولدان يعني الذكر والأنثى، الابن أو البنت، وأولاد البنين وإن نزلوا، أولاد البنين يعني ابن الابن وإيش وبنت الابن، وإن نزلوا ابن 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 الابن هذا وارث، بنت ابن 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 الابن وهكذا، وسيأتي يعني بيانه بالتفصيل إن شاء الله. جيم الحواشي، هذه قرابة. من هم الحواشي؟ وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا. عندما نقول الإخوة يعني الذكور والإناث، الإخوة والأخوات هؤلاء من الحواشي وهم وارثات، وبنوهم بنو الإخوة فقط، بنو الذكور فقط، والأعمام وبنوهم وإن نزلوا. الأعمام حواشي، وبنو الأعمام كذلك حواشي، وبنوهم يعني وإن نزل بنو الأعمام. قال ولهم ضوابط في توريثهم، تأتي في باب الوارثين والوارثات إن شاء الله تعالى. المانع تفضل. المانع لغة الحائل بين الشيئين، نعم، نعم. إذن المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم، وهذا ينافي يخالف السبب الذي يلزم من وجوده الوجود، ويخالف الشرط الذي لا يلزم من وجوده شيء. إذن المانع ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد المانع انعدم العمل، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، عدم لا تأثير له في الميراث. هذا المانع الذي نتكلم عنه يسمى هذا المانع الحجب بالوصف، الحجب بالوصف، لأن الحجب عندنا نوعان، حجب بوصف وحجب بشخص.
حجب بوصف، يعني هذا محجوب بوصفه أصلا ليس من الورثة، خارج من دائرة الميراث. وأما حجب الشخص وسيأتي في بابه إن شاء الله فهو وارث، لكن هناك وارث أقرب منه منعه، حجبه. طيب حجبه يعني إيش؟ أخرجه خارج الميراث. الله أعلم، قد يكون خرجه خارج الميراث فحجبه حجب كلي، أو حجبه بمعنى أن أنقص حصته فيكون هذا حجب جزئي. إذن حجب الوصف دائما كلي، وحجب الشخص إما أن يكون جزئي أو يكون كلي. واضح هذا؟ يعني الابن بالنسبة للزوج، إذا لم يكن للزوجة ابن وماتت الزوجة، الزوج كم سيأخذ؟ النصف. إذا وجد الابن سينزل للربع. إذن هذا حجب إيش؟ جزئي. إذن نحن لا نتكلم عن الحجب الجزئي، ولا نتكلم عن الحجب بالوصف. الحجب بالوصف أكتب عندها، عند قوله ويسمى هذا المانع الحجب بالوصف، وهو خلاف الحجب بالشخص، وهو خلاف الحجب بالشخص. إذن حجب الشخص شيء آخر، وسيأتي بيانه إن شاء الله. قال أكمل. نعم، هؤلاء وجودهم كعدمهم. طيب، قال الرحبي ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. إذا الرق هذا الأول، وقتل القاتل محجوب، واختلاف الدين الكافر لا يرث المسلم، اختلاف الدين ثلاثة أسباب. إذا لاحظوا، نقول هؤلاء المحجوبين بالوصف وجودهم كعدمهم، لا أثر له. مثلا مات الميت وترك زوجا، معنى أنثى، ترك زوجا وابن رقيق، فإيش يصير؟ مات وترك إيش؟ ترك زوج بس، وجوده كعدمه، واضح؟ طيب ترك ابنا أو تركت ابنا قاتلا، كم سنعطي الزوج؟ الزوج إذا كان ليس هناك أولاد للميت للزوجة يرث النصف، بس للتمثيل هذا. فإذا كانت الزوجة تركت ابن الرقيقة فالزوج له النصف. طيب في ابن، نقول هذا وجوده كعدمه لأنه محجوب بالوصف. قاتل، لو كان الابن قاتل كذلك سيرث النصف، وجوده كعدمه كأنها ما تركت ابنا. اختلاف الدين، تركت ابنا كافرا كذلك لا أثر لهذا الكافر، فكأنها لم تترك أحدا فللزوج النصف. فهمت هذه المسألة؟ طيب نقرأ الآن الرق، تفضل. وعجز الحكمي من يحكم الإنسان بسبب الكفر. نعم. فلا يرث الرقيق. عجز حكمي، يعني ما هو عجز حقيقي ملموس، يستطيع أن يمشي ويتحرك وكذا، لكنه نحكم عليه بعجز في هذا الجانب، في هذا المجال، هو عاجز عن أن يرث. نعم. ما هو سبب هذا العجز الحكمي الذي يقوم بالرقيق؟ الكفر، لأن الرقيق سبب الرق الكفر. وهل يعني هذا أن الرقيق لابد أن يكون كافرا؟ لا، ما هو شرط يكون أسلم أو أسلم أبوه، لكن أصل الرق حصل كيف؟ بسبب الكفر. هل يمكن أن يسترق المسلم؟ لا طبعا، ما يسترق المسلم، الذي يسترق الكافر، يسترق في المعركة في الحرب في الجهاد فيصبح رقيق. إذا أصبح رقيق أسلم بعد ذلك يبقى رقيق، فنقول هذا الرقيق المسلم سبب رقه الكفر، كان كافرا وحاربنا فأخذ رقيقا. طيب أكمل الآن. فلا يرث الرقيق ولا يورث. إذن الرقيق لا يرث، هو ما يرث ولا يورث، ما عنده مال هو، لأنه لا يملك ماله لسيده، فلو مات ما يملك شيء، وهو أيضا لن يرث لأنه لا يملك. طيب قال وأما المبعض وهو من بعضه عبد، يمكن يكون الإنسان بعضه عبد وبعضه حر، يمكن هذا، نصفه عبد ونصفه حر وارد، أو ربع وثلاث أرباع، أو ثلث وثلثان، ممكن. فالمبعض وهو من بعضه عبد وبعضه حر يعني، فيرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. فإذا كان هو نص حر معناه أنه سيحجب بنصفه الحر. طيب،
طيب ويرث وسيرث بنصفه الحر فقط. أكمل يا شيخ. القتل. ثانيا القتل. نعم. وهو الذي أوجب القصاص بالعمد أو أوجب. طيب القتل اسمع، القتل أنواع، هناك قتل يمنع الميراث وهناك قتل لا يمنع الميراث. أنواع القتل التي تمنع الميراث كم؟ 1 2 3 4. الحالة الأول 1 الذي أوجب القصاص مثل القتل العمد. طيب 2 أو أوجب الدية والكفارة مثل قتل الخطأ وشبه العمد، هذا يوجب الدية والكفارة. 3 أو أوجب الدية فقط، أوجب الدية فقط كقتل الوالد ولده عمدا فيضمن بالدية فقط، أو فيضمن هذا المقتول بالدية فقط، فيضمن بالدية فقط. اكتبوها. 4 أو أوجب الكفارة فقط، أو أوجب الكفارة فقط كمن قتل مؤمنا في صف الكفار يظنه كافرا، عليه الكفارة فقط وليس عليه الدية. إذن فلا يرث القاتل المقتول في الأحوال السابقة. وش هي الأحوال السابقة؟ صار عندنا قتل العمد وقتل شبه العمد والخطأ وقتل الوالد لولده وقتل المؤمن في صف الكفار بالخطأ، هذا لا يوجب، هذا كله ايش يوجب؟ ماذا يسقط؟ ماذا يسقط؟ الميراث، لأن هذه شبهة، ما دام قتله عمدا إذن يمكن يكون قتله ليرث، أو خطأ أو شبه عمد، قد يدعي الخطأ أو يدعي شبه العمد، وقتل الوالد ولده عمدا وجود العمد فيمنعه الميراث، وكذلك قتل المؤمن في صف الكفار يظنه كافرا، قد يكون لا يظنه كافرا قد يكون يعرف ذلك. طيب إذن عندنا قتل يمنع الميراث وعندنا قتل لا يمنع، نورثه مع كونه قاتل، فما هو القتل الذي لا يمنع؟ اقرأ. قال وأما القتل في القصاص 1 اكتبوا 1. القتل في القصاص، في القصاص كيف؟ في القصاص يعني قاتل فحكم عليه القاضي بالقصاص وقتله السياف، فهل نمنع لو كان السياف وارث لهذا المقتول؟ فهل يحرم السياف؟ ما يحرم، لأنه قتل قصاصا. أو المقتول في الحد الذي نفذ الحد كان وارثا نعم كان وارثا للمقتول، هل يمنع من الميراث؟ لا طبعا. أو الدفاع عن النفس 3، في حال الدفاع عن النفس اعتدى عليه ليقتله فذب عن نفسه ودافع عن نفسه فقتل المعتدي، وكان القاتل في هذه الحالة وارث، كما لو اعتدى أخ على أخيه فذب عن نفسه ودافع فقتل أخاه. قال أما القتل في القصاص أو الحد أو الدفاع عن النفس فلا يمنع الإرث. فهمنا هذا ليش؟ لأن هذا القتل، هذه الأنواع من القتل القصاص والحد وكذا، هذا قتل مباح أم محرم؟ مباح، هذا مباح ولا يوجب، ليست عليه عقوبة، فهمت؟ بخلاف ما سبق الذي أوجب القصاص أو أوجب الدية أو أوجب الكفارة، فهمت علي؟ أو أوجب الدية والكفارة، هذا قتل فيه عقوبة، فالقتل الذي فيه العقوبة هذا يمنع الميراث. وهذه المسألة فيها خلاف، لكن هذا المذهب، وإلا فيه خلاف بين من الفقهاء من يتشدد جدا ويمنع كل قتل ولا يستثني إلا ما ندر، ومنهم من يتساهل. اقرأ الثالث. ثالثا اختلاف الدين بالإسلام والكفر أو بين أنواع الكفر وملله. بالإسلام والكفر يعني مسلم وكافر، مسلم ويهودي أو مسلم ونصراني أو مسلم ومشرك، أو بين أنواع الكفر وملله، كما لو كان الأب يهوديا والابن نصرانيا، أو نصراني وملحد، أو مشرك وملحد، وهكذا. اختلاف ملل الكفر أيضا تمنع الميراث. طيب أكمل. ولا إرث مع اختلاف الدين إلا في مسألتين. ما هما المسألتان؟ المسألة الأولى يقول لا إرث مع اختلاف الدين إلا في مسألتين. المسألة الأولى الولاء. إيش هو الولاء؟ قلنا السيد المعتق إذا أعتق العبد
ثم مات العبد هذا المعتق، مات المعتق وليس عنده وارث، يرثه المعتق من كان سيده. قال الولاء: فيرث المعتق المعتق مع كفر أحدهما، مع كفر أحدهما. الثانية: إذا أسلم الكافر قبل القسمة، قبل قسمة التركة ترغيبا له في الإسلام، يعني أب مات وترك ثلاثة أولاد، الابن الثالث نصراني كافر أو يهودي، فقبل أن يقسم التركة أسلم هذا اليهودي أو هذا النصراني، الابن الثالث أسلم، يقول: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فنورثه ترغيبا له في الإسلام. قال: وهذا مذهب أحمد، وهو خلاف قول الجمهور، فلا إرث عندهم مع اختلاف الدين مطلقا. جمهور أهل العلم لا يرون ذلك ويمنعون الميراث بين الملتين مطلقا. طيب، كم بقي؟ إذن ما الذي ذكرناه في هذا اللقاء حتى نختم به؟ أركان الميراث ما هي؟ المورث والوارث والحق الموروث. وشروط الميراث ما هي؟ أيضا ثلاثة. ما هي؟ تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث حقيقة أو حكمة في الاثنين، والثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث. ثم أسباب الميراث، ما هي أسباب الميراث؟ ثلاثة. ما هي؟ وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. ثم الموانع، موانع الإرث ما هي؟ ثلاثة، وهي رق وقتل واختلاف ديني. ونقف هنا لنكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.